سؤال يا شيخ، هل من أركان الصلاة المرأة تغطية كافة جسدها يعني مع القدم؟ هذا لا يسمى ركن، يسمى شرط. الركن يا أخي إبراهيم يكون من ماهية الصلاة، وأما ما يطلب يسمى شرطا. والمقصود أن الصلاة المرأة تستر عورتها كلها إلا وجهها في الصلاة، واختلفوا في القدم، فإن غطتها إن شاء الله تعالى وافقت قول الأكثرين، وإن أبقتها قال بذلك بعض العلماء، لكن الأكمل أن تغطي حتى القدم. ولا يلزم أن يكون شرابا، لكن ممكن أي شيء يعني ملتحفة به. جزاك الله خير. يعني حتى لو شراب يا شيخ؟ شراب أو غيره. أي بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير.